مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نتأسف بطبيعة الحال على هذه الجريمة التي وقعت هنا بدوار جديد بجماعة بالفعل إقليم شتوكايت بها، بعدما ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر في عقده الثالث على يد الشقيق ديالو. الأسباب الحدود يعني لا زالت مجهولة، والتحقيقات التي تبشرها مصالح الدرك الملكي على مستوى قيادة يعني بالفعل هي التي ستفك لغز هذه الجريمة المروعة اللي ربما اقشعرت لها كل أبدان، يعني كل المغاربة يعني تبعوا التفاصيل ديالها، إلا أن هناك مجموعة من التفاصيل اللي لازالت الحدود الساعة يعني غامضة، وكاين هناك مجموعة من الإشاعات ومجموعة من الحقائق اللي ما كيعرفوهاش الناس. يعني عافاكم فقط، يعني هذا نداء بالنسبة للناس اللي كينشروا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المغالطات ومجموعة من الأمور اللي كتزيد من الألم ديال العائلة ديال الضحية اللي تقتل على يد الشقيق ديالو. كنتم معنا قبل لحظات مع الزوجة ديالو اللي تحدثت بمرارة وتحدثت بدموع يعني كتعبر عن الالم ديالها، وحكات لكم التفاصيل كيفاش يعني هاد الاخ قتل الاخ ديالو بدم بارد. وكنتمناو انه ربي بطبيعه الحال يغفر ليه ويتغمد الفقيد بواسع رحمته. ومعنا يعني الشقيق ديال الضحيه وايضا حتى ديال يعني السيد اللي قتل خوه، غادي يحكي لنا بعض التفاصيل وايضا غادي تصحح مجموعه من الحقائق المغاربه باش فقط يعني تنويرا للراي العام، وباش ان يعني هاد الامور ما تبقاش يعني تعاود وتكون عبره للاخرين، لاننا سئمنا من هاد الجرائم ديال القتل، فكفانا يعني سفكا للدماء، كفانا يعني من هاد المآسي الانسانيه. فالا شفتوا معنا يعني هاد السيد يعني قتل الاخ ديالو خلاه وراه يعني الضحيه الكبيره هي تلك الزوجه المكلومه واولئك الابناء الصغار، يعني جوج توام يعني ما شاء الله الا تزادوا مازال ما كملوا 40 يوم. فصراحه امر مؤسف جدا. وبطبيعه الحال غادي نخلي الكلمه للاخ ديال الضحيه اللي غادي يحكي لنا يعني اشنو وقع وتحدث لنا بخصوص يعني هذا الجريمه. فتفضل سيدي. السلام عليكم اخوتي. اسمي اخوتي السهل عبد الطيب، خو الضحيه وهو اللي قتل المجرم. نقولوا مجرم واخا خويا، نقولوا مجرم. كيفاش السبب اخوتي؟ لحد الان ما عرفتش شنو هو اللي نايض عليهم بجوج ديال الليل، شنو هو السبب. باقي حاليا ما تعرفش، كيقول الارث، ما كاين لا ارث ولا والو. كيقول لهم على فقعه، كيقول في عند رجال الدرك، كيقول على فقعه، فقعه الارث تقاسمنا بغيت نبني فيها، ما كايناش شي حاجه، هادشي ما منه والو. انا خوت بجو كاملين، ما كاينش شي حاجه ديال الخصومه بيناتنا ولا عداوه ولا شي حاجه. مات الوالد الله يرحمه، ما كاين لا عداوه ولا حتى شي حاجه بيناتنا، ما كايناش شي حاجه. جا من البلاد من اللي باش يجي كيخدم، جا كيقلب على خدمه، جا عنده باش يمشي يخدم توا في الازهره، في فيرما في شركه ديال الازهره. وي شنو نقول لكم اخوتي؟ شحال دوز معاه؟ دوز معاه تقريبا شي اسبوع ولا شي 15 يوم بحال هكاك تقريبا ولا اكثر كاع. يعني بدا ما التحقيق باش غادي نقول لكم شحال، ما حيت انا ساكن في قنت، هو ما هما ساكن في تيمنصوره وهما ساكنين هنا في بولفاع. انا تا جاتني الاخبار مع الجوج تاع الليل، عيطوا لي في التليفون، جي اخوك قتل اخوه، ما صدقتش، ما عرفتش علاش وما صدقتش. هزي التليفون، كان عيط لي في النمره ديال اخويا الله يرحمه، جاوبتني غير البنيه الصغيره كتبكي كتقول لي يا عمي اعتقنا، هذاك اللي كتقول لي كيصلي راه قتل بابا.
ما قديتش اخوتي انا نخرج في هذاك اللي قلت لك هذا هذا كيفاش قتل هذاك هذا راه غيكون فرديه انا ما قتل هذاك وخرج راه غيكون الا خرجت انا غنتلاقى معاه في الطريق انا غيقتلني كما قتل هذاك راه غيقتل كل شيء ما عرفتش علاش هي هذيك عيطوني انا وجا للدارك الله يجازيهم بخير مشيت لعندي للدار جابوني في هذاك الليل باش نشوف خويا الضحيه جيت معايا حاله تشوفها خويا ما تموتش ماشي موتة موتة ما يموتاش العديان عدوك 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 ما تشوفوش ما تقتلوش ما ديرش لي هذيك الحاله اللي دار ليه هو خوه لا يفضل الله خوه 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 ولد دمك ولحمك دمك ويغدرك ويدير فيك هذيك الحاله لا اله الا الله لا اله الا الله ويتموا على وليداته الجوليدات فان ما كملوش 40 يوم تويميين هو اللي خلى مسكينه لا اله الا الله خلى دوك الوليدات ما شاء الله ما شاء الله ولا اله الا الله مسكينه ما عندهاش مضروبه هي هي اللي مضروبه ثلاثه ضربات العلم الله اذا ما مضروبه الا تلك انا غيقتلها مضروبه ثلاثه ضربات مضروبه في كتفها في يديها في كرشها ولا اله الا الله الام ديالي ما نقدرش نعبر لك شنو غادي نقول لك كيفاش الحاله ديالها ما غاديش نقدر نوصفها ولكن نقول لك واخا نقول لك ما غاديش تشوف الا كنت شفت عينك عين باش يشوفوا اي واحد كنت صاب دير له الفيديو يتلح لا اله الا الله ما تقدرش تشوفها ما تقدرش تشوف الوليده ديالي ما تقدرش كتشوفها حاله لا حاله الله بقى حرقت الوليد بقى من الوليد بقى ما كملش حتى العام ديالو باش توفى يلا عنده ما 4 اشهر ولا 5 دابا باش توفى الوليد في وقت الحجر الصحي ديال كورونا حاليا هو مات الضحيه ما شاف الاب ديالو ملي مات ما مشاش حتى في العزو ما مشاش حاليا ما شافش مو ملي مات باه ولا خوتو ما شافهمش باقي ما مشاش المراه كانت هذيك الساعه مرتو حامله والخدمه وما كاينش لي سياره اللي ما خدمش هو راه ما كاينش كيفاش يدير تيمشي لا هو ولا انا راه انا ما مشيتش في هذيك الوقيته حجر صحي ما مشيناش ما شنا حتى واحد الان تجا عندنا هذا باش يزمع قال غادي يجي حتى هو يخدم ويدبر على راسو الصح درنا دار فيها خير دار فيها خير باش يخدمو باش غادي يمشي مع الشركه عنده باش فين خدام هو باش يخدمو حتى هو معاه وعطاوه باش يمشي يدير التحليله وفي الاخر انا كيقولوا كي قال هو قال راه قالوا لي في كورونا ولكن ما دمرش او ما عرفتش واش في كورونا ولا ما فيش ولكن ما عندوش شي اعراض على ديال كورونا ولا شي حاجه الماكله اللي حطيتيها ليه ودور ما علاش حال شي مرض ولا شي حاجه ولا ما كاينش في شي حاله ديال شي حاجه كيمشي للجامع في الوقيته كيسمع المؤذن كينوض يزيد للجامع كيصلي كيجي للدار نهار الجمعة مشى صلى الجمعة مشى للجامع صلى العصر مشى للجامع صلى العشاء جاو كيتسناو فيه في العشاء تعشى وضحكوا ناضوا هما لبيتهم ناسو قالك نهارت الوحدة ديال الليل ندخل عليهم هما ناسين في بيت الناس فقط بيبي الزوجة مرت خويا الله يرحمه فقط ملي شافته هكاك داخل عليهم قلتلك في قالت في الباب ديال البيت بشنوية غوتات ناد راجلها حدايا خويا الله يرحمه وداروا وشير عليه ضرب الرجل ضرب الاولى ضرب الرجل لما عودت هي ضرب الرجل وبقات هي حتى هي كتحامي هي وهي باغين باش يحيدوا لي الجنويه ولا يديروا ضربها هي ضربها في دراعها ضربها في كرشها وهي تهرب هي وبنتها دخلت التواليت وسدت عليها دخلت التواليت اخوتي وسدت عليها اوف وكتغوت ملي دخلت هي للطواليط بقى هو مشاد معاه هو يدقني الجنويه في كرشة خرجت ليه من ظهره لا اله الا الله
انتم اخواني الكرام، صراحة مشهد مؤثر جدا. يعني كنعتذر الاخوان الكرام على يعني هذه اللحظات المؤثرة، الا ان يعني رسالتنا النبيلة تقتضي باشنا ننقلوا الواقع كما هو، بعيدا عن المغالطات، بعيدا عن المزايدات اللي منشورة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. فقط يعني الاخ ديالو كما سمعتوا وشرح لكم بطبيعة الحال بالتفصيل الممل يعني الحيثيات ديال هذه الجريمة المروعة اللي يعني وقعت كما كتشوفوا في هذا المنزل مع الأسف الشديد اللي كان يعني كيكتري فيه. فبطبيعة الحال كان يعني هو المعيل الوحيد ديال العائلة ديالو المكونة من الزوجة، ويلا تزادوا عنده يعني جوج أبناء صغار، يعني جوج فكما قال لي يعني كان يعني الضحية كان رجل مطلق وكانوا عنده جوج وليدات اخرين، يعني ربما كاينين عنده في البلاد نواحي الجديدة. وبطبيعة الحال جا لهنا وبدأ حياته من جديد، إلا أن شاءت الأقدار باش أنه يودع الحياة بطريقة يعني ما تبغيهاش العدوك. فكيف يعقل إخواني أخواتي باش أن شخص يعني يجهز على الشقيق ديالو بهاد البشاعة وبهاد برودة الدم؟ يعني معنا أنتما يعني تأثر كبير على الشقيق ديال القاتل اللي هو المجرم وأيضا الضحية. فكنتمنى أنه يصبر ميمته، لأن يعني واحد فيهم يعني فقدته مشى للقبر، والآخر يعني غادي يمشي باش انه ينال العقوبة ديالو، الجزاء ديالو طبقا يعني القوانين المعمول بها في هذا الصدد. لأن يعني نحن الآن أمام جريمة قتل يعني مع سبق الإصرار والترصد وأيضا ضد الأصول. فكنتمنى الله يرحم يعني الفقيد، والله يصبر العائلة ديالو الزوجة ديالو، فأيضا ربما حتى الحالة ديال الزوجة ديالو فهي حالة ضعيفة جدا، كانوا كيشتغلوا بضيعة فلاحية وأيضا شركة ديال التلفيف ديال البواكير هنا بإقليم شتوكا إتباها. والقاتل اللي هو الشقيق ديالو الأصغر جاء عنده تقريبا حوالي 15 يوم، يعني استقبلوا الضحية اللي هو الشقيق ديالو بكل يعني فرح داخل البيت ديالو اللي كيكتري في هذا المنزل إخواني الكرام. و يعني كانوا ضاحكين، يعني ما كانت كتبدا حتى شي خلافات بيناتهم، إلا أنه يعني تفاجأ كما قالت الزوجة ديالو أيضا الشقيق ديالو مع الوحدة ديال الليل دخل عليهم البيت النعاس، وقام يعني بالإجهاز عليه بواسطة سكين من حجم كبير موجها له مجموعة من الضربات، يعني واحدة على مستوى الركبة والأخرى على مستوى البطن. يعني كما سمعتوا الأخ ديالو اللي قال بأن الجنو يعني دخلات وخرجت من الظهر. فبهذه الوحشية كنا كنتسألوا أشنو السبب اللي يخلي هاد الشخص يقتل الأخ ديالو بهذه البشاعة؟ هذه كلها تساؤلات تبقى إلى حين أن تجيب عنها التحقيقات اللي كتبشرها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم شتوكا إتباها. وعزاؤنا واحد، إنا لله وإنا إليه راجعون. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، والله يصبر العائلة ديالو. وكنتمنى أيضا حتى المغاربة باش أنهم يتعاونوا مع الزوجة ديالو المكلومة اللي عندها جوج توام، يعني الله تزادوا مازال ما كملوا 40 يوم. فالحدود الساعة الأسباب لا زالت مجهولة إخواني الكرام. لم يتبقى لي سوى أن أودعكم على أمل لقاء بكم في لايف آخر وموضوع آخر بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.